شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله حفل زواج سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة حفيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك مساء اليوم بقصر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الرفاع. كما حضر حفل الزواج الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار الضيوف والمدعوين. وقدم جلالة الملك المفدى التهاني إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة بهذا الزواج الميمون، متمنيا جلالته للشيخ خليفة زواجا مباركا وحياة سعيدة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه التهنئة والمشاعر الطيبة، داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.